السلام عليكم، معكم مجدة من قناة كروشي باي مجدة. مرحبا بكم معايا اليوم درس جديد وفيديو جديد. درس اليوم اللي هو المايل سيري، وهذا الرمز ديالو في باترون، كرمزو ب اكس. وهكذا كتكون الخدمة ديالو، كتكون الغرزة جد رقيقة بزاف. بالنسبة لغرزة المايل سيري، هي كانت كتخدم من شحال هادي، من زمان كانوا كيخدموها في الكيوسة أو الليفة المغربية، كانوا كيخدموها بالسبيب. هي خدمة رقيقة بزاف وصعيبة شوية، ما كتطلعش دغيا، ماشي بحال البريد أو دومي بريد، يعني جوج سطورة كيبان كتبان الخدمة راه كبرات. هادي سطورة رقاق، يعني كتبقى تخدمي شحال من سطر يلاه كيعطيك واحد الفوليوم شوية اللي غيبان. ديما عندنا خيط كوردون وكروشي رقم 3، 1.30 مليمتر. غنبداو اولا بعقده البدايه، بحال اللي ما خليت لكم الرابط ديال الفيديو ديالها في لاباغ دانفو. وغندير واحد العدد ديال السلاسل اللي غنخدموا عليهم. بعد ما خدمنا هاد العدد ديال السلاسل، كنتجهلوا السلسله الاولى والسلسلة الثانية، وكنمشيو للسلسلة الثالثة. هي علاش كنخدم؟ غنتجاهلو السلسلة الأولى والسلسلة الثانية، وغنمشيو للسلسلة الثالثة، كندخلو الكروشي ديالنا في السلسلة الثالثة، كنلفو الخيط على الكروشي وكنخرجوه من هاد السلسلة اللي دخلنا فيها، ونخرجوه كذلك من اللفة اللي عندنا على الكروشي، كنخرجوه من جوج اللفات بمرة. عندنا دابا هذه اللفة الأولى، كندخلو السلسلة اللي حداها، خدمنا فوق هذه السلسلة، نمشيو للسلسلة اللي حداها، ندخلو فيها الكروشي، كيولي عندنا جوج لفات على الكروشي، كنخرجو نلفو الخيط على الكروشي، كنخرجوه من هاد السلسلة ونعود نخرجوه من اللفة اللي عندنا أصلا على الكروشي. كندخلوه في السلسلة، كنلفو الخيط على الكروشي، وكنخرجوه من ديك السلسلة اللي دخلنا فيها الكروشي ديالنا، كنخرجوه كذلك من اللفة اللي عندنا على الكروشي. من السلسلة اللي حداها، كندخل الكروشي ديالنا في السلسلة، كنلفو الخيط على الكروشي وكنخرجوه من ديك السلسلة، كنخرجوه كذلك من اللفة اللي على الكروشي، يعني كنخرجوه من جوج اللفات بمرة واحدة. نمشيو للسلسلة اللي حداها، كنلفو الخيط على الكروشي وكنخرجوه من ديك السلسلة اللي دخلنا فيها الكروشي ديالنا، كنعاود نخرجوه هو نفسه من اللفة الأولى اللي عندنا على الكروشي. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنساليو السلاسل كاملين اللي عندنا. عندنا هذه السلسله اللي كنعتبروا المايل سيري اللي فوق هذه، غنمشيو للغرزه الثانيه او المايل سيري الثانيه، كندخلوا الكروشي ديالنا
الغرزة ديالنا، كنلفو الخيط على الكروشي، كنخرجوه، كنعاودو نخرجوه من الضفة اللي عندنا، كندخلو الكروشي في الغرزة التانية، هنا فين كتكون الصعوبة ديال هاد الغرزة هي انها كتكون غرزة رقيقة، الخدمة كتكون رقيقة، كيدخل الكروشي بصعوبة، داكشي علاش كانوا كيخدموا بيها الكيوسة او الليفات المغربية. نستمروا بهذه الطريقة حتى كنساليو الدور الثاني، يعني فوق كل غرزة مايل سيري ديال الدور الاول كنخدموا فوقها غرزة مايل سيري. سنين الدور الثاني يعني فوق كل غرزة ديال المايل سيري خدمنا غرزة أخرى ديال المايل سيري، مشينا حتى الآخر حتى لديك السلسلة اللي كنا ارتفعنا بها حتى هي في الأول، حتى هي خدمنا فوقها غرزة المايل سيري باعتبارها حتى هي غرزة المايل سيري ديال الدور الأول. هكا كتكون الخدمة ديال هاد الغرزة. هادو دابا جوج الأدوار ويلاه عطى هاد الفوليوم هذا، يعني كتكون الخدمة ديالها رقيقة بزاف، كي قلت لكم كتخدم في الكيوسة وكنسدو بها العمل ديالنا إذا كان عندنا عمل دائري. الفيديوهات القادمة إن شاء الله غتشوفوا كيفاش كنسدو بها العمل ديالنا، مثلا في الطاقية كنسدو بها الأدوار اللي كنخدمو، أو ليلا كان اللي كنا نخدمو شي مفرش أو لا شي حاجة سبينية أو لا شي حاجة اللي دائرية، فاش كنساليو الدائرة ديالنا كنساليو الدور ديالنا. هنا كيسالي الفيديو ديالنا، كيسالي الدرس ديالنا اللي هو غرزة المايل سيري، ونتكاكم بالرمز ديالها في الباترون اللي هو هذا اكس. بحال ديما نتمنى المبتدئات تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، تكون عرفتوا التطبيق ديال غرزة المايل سيري، واخا هي كتجي صعيبة في التطبيق ولكن كتنفع بزاف، بحال مثلا اننا نسدو الادوار ديالنا او نفينيو العمل ديالنا باش ما يكونش عندنا واحد العمل عشوائي. غتفهموا هذا الشيء في الفيديوهات القادمة ان شاء الله، فاش نخدمو مفرش او شي حاجه اللي الشكل ديالها دائري كتنفع بزاف هاد المايل سيري. الناس اللي جداد معنا في القناه ولا لاول مره كيشوفوا الفيديو ديالي، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. كل جمعه كنحط الفيديو دي. كنحط فيديو، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما النوتيفيكاسيون ديال الجديد ديالي، وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم وحطوا لي دي كومونتير في التحت، نقراهم كاملهم وقولوا لي شنو الاعمال اللي تبغوا نقدموا لكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. خليت لكم الراحة.